بيستخدموا الاتحاد ولابسين أقنعة بلاستيكية أنواع مختلفة بس معظمها يميل إلى اللون الأسود. فوجئنا إن هم قذفوا الاتحاد المصري ببعض الشماريخ وبعض الزجاجات اللي فيها مواد نارية حارقة، وضربوا أوضة مجلس إدارة من خلال المبنى الداخلي للاتحاد المصري، كسروا الإزاز وبعدين دخلوا على الزجاج أو الدولاب الخاص بكاسات ودروع الاتحاد المصري لكرة القدم، كسروها وخدوا منهم بعض المقتنيات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدين ضربوا على الأدوار العليا الشماريخ اللي احنا شفناها ووصلت منهم جزء للتكييف الخاص بلجنة الحكام. ولولا تعامل اللواء عصام صيام بصفته راجل لواء شرطة ويعرف يتعامل مع موضوع الدفاع المدني ده، وجاب شوال ممتلئ بالرمل وحطه على التكييف، ان الحمد لله ما قدرش توصل للخرطوم العام بتاع الفريون بتاع التكييف العام بتاع الاتحاد المصري كرة القدم، كان المبنى كان ممكن ينفجر، ولكن الحمد لله تعامل مع الحالة بموقف. بعدين راحوا نازلين ودخلوا على الجراج بتاع الاتحاد المصري، كسروا العربيات بتاعت المدير المالي بتاعت اللواء عصام صيام بتاعت اكتر بتاعت كابتن عمرو ابو العز المدير او المسؤول الاداري عن المنتخب المصري. فيعني احنا مش عارفين ليه كل المشكله دي، ولكن اللي انا عايز اقوله نداء الى وزاره الداخليه ونداء الى وزاره الرياضه، لازم الفتره اللي جايه لازم يكون في ضوء او في دور وفي يعني لازم تنظيم وتنسيق، عشان اذا كانت احنا داخلين على بدايه الموسم الرياضي فلازم الموسم الرياضي لما يبدا بشكل فيه نوع من انواع الانضباط، وعشان يبقى فيه نوع من انواع السيطره، لان بهذا الشكل لا هتبقى فيه سيطره ولا تبقى فيه اي حد امن على حياته، فبالتالي المسابقه مش هتكتمل في مهدها. انما عشان كده بطالب وزاره الداخليه بالاتفاق مع وزارة الرياضة ان لازم يكون في تنسيق عشان نقدر نبدأ الموسم بشكل آمن وبشكل فيه سيطرة، سواء من على كل عناصر خاصة بكرة القدم، سواء اللاعبين، سواء الأجهزة الفنية، سواء القائمين على الرياضة في الاتحاد المصري لكرة القدم، وكل العناصر الموجودة في كل لجان الاتحاد المصري لكرة القدم، عشان يقدر النشاط يعود بشكل آمن وبشكل ان شاء الله هادي للاتحاد المصري.